كو لي زامي جيسبر تكونوا مزيانين مرحبا بكم في لاشين ديالي معكم قمر جبت لكم اون نوفيل غوسيت سهله في التحضير اللي كتسمى دي سابلي فينوا ولا دي سبريد ندوزو لي زانغريديون غنحتاجو 70 غرام سكر كلاصي 190 غرام زبده بحراره المطبخ 230 غرام من الدقيق 30 غرام بيض البيض ملعقه صغيره من الفانيلا بودغ اولا ليكيد اللي عندكم قبصتين من الملح في العجانه كنضيفو الزبده كنشغلو العجانه حتى ترجع الزبده بهذا القوام نوار اي شوكولا اولي بلي زاموند بالنسبه للشوكولا بلي زاموند غتلقاو الطريقه ديال الشوكولا بلي زاموند في لا فيديو ديال كيك مابغي غنخلي لكم لو ليان تحت لا فيديو كنزوق لي سبريتس بهذا الشكل